بعد مباراة النادي الأهلي وسموحة، كلمت الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي و الوزير الأسبق للشباب والرياضة. كنت في النادي الحقيقة بعد المباراة، وعرفت إن زوجة أخوه كانت تعبانة جدا جدا، وراحت يوم المباراة الصبح، يوم المباراة صباحا، إلى العناية المركزة. فكلمته الحقيقة عشان أطمن عليها وأعرف أخباره إيه والدنيا إيه وأخبار الدنيا إيه وعاملة إيه. والحقيقة سألته سؤال مباشر، أو أنت يعني طبعا في مثل هذه الحالات ما ينفعش يجي المباراة. طبعا بعد المباراة فوجئت بفيديوهات وكلام من هنا وكلام من هنا، عدم وجود العمري فاروق في مباراة النادي الأهلي وسموحة بسبب خلافات ما بينه وما بين فلان وحد من مجلس الإدارة ومن ده ومن ده ومن ده. فلما عرفت الموضوع بتاع زوجة أخوه، على فكرة ده موضوع الناس كلها عارفاه ومعروف وواضح، يعني مش بنقوله خلاص، معروف وواضح. عرفت قد ايه النادي الاهلي بيتعرض لحملات تشويه غير طبيعيه خلال هذه الفتره. الناس عايزه النادي الاهلي يخسر الثلاث مباريات باي طريقه، الناس عايزه، بعض الناس طبعا، بعض الناس عايزه النادي الاهلي يخسر مباريات بكل الطرق، عايزينه يخسر الدوري بكل الطرق. فطبعا لازم يخبط اعضاء مجلس الاداره في بعض، يخبط اللعيبه في بعض، يخبط الجهاز الفني في بعض.